شباب، إن شاء الله صوتي واضح والصورة أيضا واضحة عندكم العرض. ماكسيموم هنسولف 5 دقائق، هيجي ملش محاضرة باعتبار إحنا استعبرنا 9. تمام، أهلا بالجميع. طبعا إن شاء الله يوم تكون محاضرة ممتعة ويانا، تعلم بيها إن شاء الله، تعلم أوتوكاد. راح أبدأ أنا من البيسك، من البيجينر، شوي شوي إن شاء الله نوصل مرحلة إنه نعطيكم على الأقل اللي يريد يشتغل ورا هاي المحاضرة يقدر، ممكن يشتغل شغلات بسيطة. ممكن في مرة جاي نسوي جلسة أخرى للأدفانس إذا صار أكو مجال عندنا إن شاء الله. هسه 9 و3 دقائق، خلص صيروا 9 و5 إكزاكت ونبلش إن شاء الله. وشباب أنا آسف سويت ميوت أول للكل حتى الصوت يكون واضح وانتم تكتبون بالشات، وان شاء الله اجاوبكم واشوف الشات دائما. أنا ما سألتكم، عفوا، شنو أغلب الأقسام اللي مسجلين؟ أقسامكم طلاب إن شاء الله، خريجين، ناس تحب تتعلم رسم الهندسي بالأوتوكاد، إذا ممكن تسولفونا شباب. مهندس تضحياتي، أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، نسمع مواد. نعم، قسم مدني علوم حاسوب. تمام، خوش اكو تنوع عندنا بالجروب. انتم تعرفون انتم شباب انه ما شاء الله، مبروك مبروك احمد بعد استوى قبل. تعرفون انتم برنامج اوتوكاد برنامج عام، يعني كل اي واحد يقدر يستخدمه، وبالاخص اي اختصاص هندسي. خريج هندسي درست اوتوكاد المرحله الاولى. اي نعم، عشت فيك صح، اغلب الكليات الاولى مرات ينطوا غير صفوف للمعماري وللمدني صراحه. زين، ما شاء الله خوش، عندنا تنوع كلش. تمام، عندنا الجلسة اليوم. زين شباب، ان شاء الله صار 9:05. شلون تقولون؟ خلينا نبلش وشوي شوي، يعني ان شاء الله هم يجون، بس انا بدي اشوف يزيد العدد. اعطيناهم مجال الشباب، وان شاء الله هسه احنا حنبلش محاضرتنا. بسم الله، اليوم وياكم مهندس هيثم حسن، مهندس مدني، ماجستير هندسة مدنية من الجامعة المستنصرية، اختصاص هندسة إنشاءات. اليوم حقدم لكم محاضرة introduction، أو خلينا نقول basic of AutoCAD، basic عن AutoCAD، شغلات عامة يعني تساعدكم إن شاء الله بحياتكم العملية. إن شاء الله هذه المحاضرة حقدمها من IoT Maker، جلسة مجانية بالتعاون وياهم. صوت ماكو؟ صوتي واضح مو واضح شباب؟ اجاني بس الصوت ماكو. واضح، عاشتيتكم شباب. فالمحاضره المجانيه بالاوتوكاد مقدم من IoT Maker، اللي ايضا احنا المحاضره ان شاء الله حتكون مسجله ونرفع لكم اياها على اليوتيوب ماكسيموم ورا يوم ان شاء الله من المحاضره. بصوره عامه خلينا نحكي على منهاجنا اليوم انا وياكم، ايش حنسوي؟ ان شاء الله حناخذ انترودكشن بصوره عامه على الاوتوكاد بشكل بسيط، ناخذ ستارتنج اوتوكاد، شلون اول ما ابدي اني افتح البرنامج اوتوكاد اول مره، من نسخ خلينا نقول من 2010 واحنا صاعدين، اللي هي الواجهه الحديثه مو الواجهه الكلاسيك. الواجهه الكلاسيك صار صراحه قديمه، والواجهه الحديثه ان شاء الله ساشرح لكم عليها افضل واسرع يعني. إن شاء الله الخطوة الثالثة نعرف الواجهة الرئيسية أو شنو ورك سبيس، المساحة بس هرسم عليها وشلون أضبط إعداداتها وشلون أسويها. خطوة دروينج تول وموديفاي تول من أهم الخطوة عندي.
ليش هذه الخطوات مهمة؟ بسبب انه احنا راح يعني نتعلم شلون نرسم اشكال مختلفة لأدوات، نرسم اشكال هندسية مختلفة، ديتيل معين، وان شاء الله شلون نعدل عليها. الفكرة دائما تعرفون انتم الاشكال اللي راح نرسمها وتواجهنا، ودائما هي اشكال عدلة، مربع، مستطيل، مثلث، لا، اشكال مرات مو منتظمه، فاحتاج اني اضيف او احذف او اسوي كوبي والى اخره من التعديلات. زين، وراها ان شاء الله راح نتعلم شلون نسوي دايميشن، وشلون نسوي دايميشن واضح وحلو، يعني شلون نسوي تكست للدايميشن. هذا بشكل عام. قبل ما افوت واشرح عن الانترودكشن، مثل ما قلت لكم اوتوكاد برنامج عام، هو هدفه انه نلغي، او هو باعتبار بعد الرسم اليدوي اللي على البورد، وهذا شبه قديم ولكن هو مفيد للمعماري صراحه، المهندس المعماري اكثر من غير اختصاص هندسه، باعتبار هو هذا اختصاصه. اوتوكاد يضبط لك الرسم بصوره كلش ممتازه، ويعني يسهل لك القصه. زين، كانترودكشن، الاوتوكاد، كلمة الأوتوكاد هي من صار من بارتين. بارتي هو الأوتو، هو اللوجو مع الشركة، الكاد هو كمبيوتر آي ديزاين. مثل ما قلنا الأوتوكاد ممكن احنا نرسم به بالتو دايميشن والثري دايميشن. اليوم صار احنا ناخذ البيسك، احنا اليوم فاليوم راح نشتغل احنا بالتو دايميشن. اوتوكاد صراحه صار بال80، بعدين الشركه يعني اول اصدار صار فعلي بال82، وكان اسمه R1 R2 R3 لحد سنه 2000 قام يطلعون اوتوكاد 2000، ولحد ما صار 2011 10 الى وقتنا هذا سوى نازل 21. تعرفون انتم كل نسخه تطلع جديده انه يطلع عندنا فد ابديت جديد، الواجهه تتحسن. احنا هسه احنا نحكي نقول الواجهه مشابهه تقريبا من 2011 او 2010 2011 درافتنج، الواجهه مال درافتنج لحد ال 21 مع تغييرات بسيطه دائما. اوتوكاد راح يستخدم دائما عندنا الكوردينيت سيستم سواء اكس واي او ريد بولر، يعني شويه الرسم يكون بيسهل اذا تحب ترسم انت بالاحداثيات. تقدر ترسم او تقدر تسوي كوبي، موف، روتيت، تفر الجسم، تسوي ميرور اللي هو يعني شلون نقول نعكس الرسم، تمام. وممكن نرسم اكثر من رسومات معينه بواشورات. هذا انترودكشن بسيط عن الاوتوكاد بصوره عامه. زين، ان شاء الله لما يفتحون الاوتوكاد اول مره حتكون هاي الواجهه الرئيسيه مالته، بس ان شاء الله احنا راح نفوت عليه ونشوف نشرح الواجهه شنو وضعها. زين، بس اجاوب اصدقائكم بالواتساب لان يقولون ماكو مشكله عندهم، ما اعرف احنا تمام، ما ادري لما دخلتوا ما صار عندكم مشكله لما سويتوا الساين هنا ان لل بالزوم، ما صار مشكلة عندكم انتم؟ تمام. رجاء ميوت اول شباب، رجاء. ما اعرف منو عنده، اعتقد مستر، ما اعرف منو، لان عنده دائما دا يحكي. عاشتيتكم اخوان، كلش تمام. زين، ما اعرف اكو اثنين طلاب ما يقولون دخول. المهم فشباب، اللي يفتح الاوتوكاد اول مره من الديسكتوب يطلع عنده هذا الواجهه. شباب الصوت يقطع، لو واضح عندكم الكل، يعني الجزء عند صوتي لو واضح عندكم، لان احمد بشار يقول لي يقطع، جزء مشكله عندك بنت استاذ العزيز. تمام، شكرا شكرا شباب. زين، فشباب هذا الواجهه الرئيسيه. الاغلب البرامج من 10 11 متصاعد مع اختلاف بسيط بالديتيل، شو مثلا عندنا ابديت بالتليفون نفس القصه. زين، فاحنا شو نسوي هسه؟ هذا من ديسكتوب نفتح الاوتوكاد اول مره. فهذا هو الاوتوكاد اول مره. راح يطلع عندي هاي الواجهه. تمام؟ شباب، هاي الواجهه صراحه يعني ابدي اشرح لكم بها كم شغله. هذا بعد الاوتوكاد اول مره انت تفتحه. يعني اذا تشوفون هذا الفوق
الشريط الفوق بالابيض او برصاص عندي اللي هو اسم له اسم معين، هسه اقول لكم شنو اسمه. هذا ما مفتوح بعده، يعني شو نقول، ما يعني ما مفعل، لازم اني ادخل البرنامج. فهذا يقول لك انت تريد جيت ستارتد رسم جديد، تريد تفتح ملف قديم، تمام، تريد نفتح ملف قديم انا مشتغل عليه. هذا يقول لك السند دوكيومنتس، الاخير شغلات انت مشتغل عليها. فانا مثلا مشتغل على غير شغلات يطلعوا لي هنا مثلا خارطه بيت ما ادري شنو الى اخره من الاشياء، تمام. فكل اللي اقول له عليك هو الشاشه انه انت تقول لك جيت ستارتد ستارت دروينج، يفتح لك النافذه الاساسيه والواجهه الاساسيه من برنامج اوتوكاد، تمام. فهذا هو اول شيء المفروض اليوم نتعلمه، انه هو هذا افتح برامج اول شيء قبل اقول لك جيت ستارتنج حتى شنو اني ابدي اشتغل بالاوتوكاد. زين، هاي الواجهه الرئيسيه في هاي الاشرط لها اسماء وشغلات كلش مهمه، تعال اعرفكم اسماءها وراها نجي نحكي بيها واحد واحد، تمام. زين، نجي نرجع للباوربوينت، بدي اقول في الشغله معينه. تعال شباب نجي بالنسبه لهذا الشريط اللي انا عندي كان بالرصاصي، هذا اللي هنا غير رسم، هذا اسمه ريبون. ريبون والفوقة من الأشرطة جدا جدا مهمة اللي ما نقدر نشتغل خلاله، اللي وهذا صار بالواجهة الرئيسية اللي بكل شغلة نحتاجها، يعني أغلب شغلاتنا نأخذها منها ريبون. الفوق البيسك منيو نحتاجه، هذا المين بار، هذا الفوق، تمام، هم بيفت شغلات معينة عليها من جوا. هذا الجو المستطيل الكوماند بار مهم جدا، واللي وراء السيتنج الجواز في السيتنج. هذه هي الشغلات العامة والرئيسية، تمام شباب. زين، واحد يقول يعني اوكي، بعدين خلينا نجي نرجع الاوتوكاد بعد، يعني يكون عندنا الشرح افضل. زين، الكل فتح البرنامج، ممكن عند البعض يصير عنده هذا هيك الكوماند بار، صار عنده هيك بالضبط، يعني هيك اسويه. اها، فكتبوا لي بالتعليقات شلون شكل الواجهه عندكم، نفسي لو مختلفه باختلاف النسخه اللي تشتغلون عليها، بس حتى اقول لكم شو تسوون، وهي واضحه عندكم ما يراد الاشياء. يعني قلت لكم حبدي من الزيرو من الصفر حتى احنا كل اصدقائنا ويانا بالجلسه كل يستفاد. فكتبوا لي الواجهه صار عندكم واضحه، مختلفه قليله، طبعا صحيح اكيد 21 شويه قليل مختلف، صح، تمام. بعد شباب وين تقريبا بقيه النسخ الجوال 18 نفس الشيء، يعني ما يختلف عندنا. يعني انا شنو قصدي، الريبون اكيد واضح عندكم تقريبا نفس الواجهه، اختلاف مضبوط بال20 لحد الان ما منصب للاسف، تمام. المحاضره هي حتكون عندكم مسجله، واي وقت ترجعوا لها، واحنا موجودين وياكم بالجروب، يعني اي شيء تحتاجون راسلونا على الرقم الخاص وان شاء الله ننقصر وياكم. شويه اختلاف غدير قاسم، شنو اللي نسخه منصبه، تمام، بس انا حلو اختلاف بسيط، بس انا شنو قصدتم، ما شاء الله عليكم فهمت شنو القصه، انه حتى اختلاف الواجهه انا عندي يبقى ريبون موجود، عندي المين بار موجود، وعندي كوماند بار مهم جدا، وهذا السيتنج اللي احتاجه بالورك سبيس بلوحه الرسم، تمام. 2020 كل زين، عشتي تقدام النسخه الحديثه ماكو مشكله عندنا، كل زين. زين شباب، تعالوا نجي صح، مضبوط بهاوا اشتيدك، شكرا، صح استاذ، انا مشتغل على كل النسخ بس اساسيات وحده اختلافات قليله جدا، صح كلامه مضبوط. يقول يابا احنا ما دام نتعلم هالمره بهالمحاضره او اي محاضره راح تعلمنا الاساسيات، بعد اي نسخه نشتغل عليها ما نخاف، اشتيدك، وانا هدف هاي الجلسه هذا هدفي، بدي اجهزكم البرنامج باي نسخه تشتغلوا عليها. زين شباب، هسه نجي شويه نحكي وياكم، تعالوا شوي فين نطب بالبرنامج. انا ايش عندي اليوم اريد اشرح لكم او اركز عليهم، شنو اركز على ثلاث شغلات اللي هن خلينا نقول الشاشه واضحه عندكم، طلع هذا الباوربوينت قدامكم ان شاء الله، تمام. انا صراحه اليوم اريد اشتغل على هذين الثلاث شغلات بالدرجه الاساس، اشتغل على دروينج بانل، الموديفاي بانل، واشتغل على انوتيشن. شنو يعني هذا الدرو من اسمه، هذا مسؤول على الرسم، يعني تلقى بيه يرسم لاين، يرسم كيرف، يرسم لك مستطيل،
مثلث، دائره، اشكال هندسيه مثل خماس وسداس، كل شيء يرسم لك، تمام؟ وبعد يعني وبيه هواي شغلات. هذا القائمه يرسم اشكال، شلون نقول، خلينا نقول جاهزه هندسيه، اللي بصفه الموديفاي يعدل على الاشكال. وبين من اشكال الايقونات الموجوده هنا، مثلا الموف، الروتيت، الترم الى اخره، معروفه. يعني شلون نقول احنا بعدين نكون نستخدم البرنامج هوايه، والبرامج بصوره عامه والتكنولوجيا تساعد بها واضحه الاشياء. فعندي ارسم بالدرو واعدل بالموديفاي، القياس والتكست بالانوتيشن. اميد نعيم، اهلا اهلا اميد، وعليكم السلام حبيبي، ما بفاتك شي بعد، نحن بالبيسك زين. فانا اليوم حاب اركز على هذين الشغلات، تعالوا نتعرف شوي شويه على الاساسيات مع البرنامج. بسم الله شباب، هسه اول شغله اريد اجيها لكم، انا هذا الكوماند بار اقدر اجره منها بالماوس، بالماوس اضغط على الماوس الايسر واريد اخليه جوا، صار هيك بالنسبه لي هني اشتغل. اوكي، يجي واحد يقول لي مثلا انا فديوم مسحت، يعني جاء اشتغل بالاوتوكاد وجيت مسحت الكوماند بار او كوماند، هذا الكوماند لاين، شلون اجيبه انا؟ اكو الاكثر من هذا، تقول لك كنترول 9، تمام، كنترول 9 يطلع لك عندك الكوماند بار. ممكن يجي من غير مكان اللي هو من التول كوماند لاين، يعني اذا حذفناه منه يقول لي do you want to close command line window، اذا تريد تسوي ديسبلاي قول له press control شنو 9، تمام، اقول له اوكي اخفي لي، اقول له لا ما اريد كنترول 9، اقول له انا من التول كوماند لاين قبل ظهر عندكم هنايا، وين ما تخلوه الحكي مالته صح انا اخليه هيك، تمام. هذا اول شيء كوماند لاين. نجي هذا مثلا في يوم فتحت الاوتوكاد لقيت هذا عندك ايش صاير، يعني شوف تغير هذا الريبون هذا، فشنو اقول له شو ابو عملنا نقرا، يقول لي هايد منيو بار، لو يرجع منيو بار اقول له هايد، انحذفت المنيو بار اللي فوق اللي انا احتاجها اللي كلش مهمه، فش اقول له، اقول له شو منيو بار منه ارجع، تمام شباب. والريبون اذا حذف عندكم بس مجرد تكتب بالكوماند لاين ريبون يطلع عندكم واضح زين شباب. الفاتحين حاليا الواجهه هاي بالماوس بالسكرول، يعني اخذ زوم اوت او اخذ زوم ان، ضغطه واحده عليه يتحرك الشاشه كلها عندي، ضغطه واحده على السكرول وحررت تصير كلها تحرك عندي زين. قبل ما نفوت نرسم، تعال نسوي الاعدادات اللي المفروض تسويها انت قبل ما تشتغل بالاوتوكاد. شباب شايفين هسه الشاشه قدامي صايره عباره عن شبكه او جريد، طبعا الشبكه هاي وهميه مجرد تساعدك بالرسم، تمام. اللي يحب يقول لي انا ما اريد الشبكه تكون موجوده، منها من السيتنج بانل، منها سيتنج ماي ورك سبيس تلقى هنا ديسبلاي درون جريد، ادوس عليها اطفيها بقى عندي الجريد راح. فشباب الفاتح البرنامج او لحد الان لحد هالخطوه عنده سؤال خليه يسالني، ما دام بعدنا بالبيسك بعدنا بالاساسيات شوي شوي. اخوان تمام، لحد الان اكو مشكله عندكم؟ لو شغلات كلها اساسيه حاليا تمام. فنجي ما الجريد ان شاء الله عبرناها، هعيد الخطوه لكم انا شباب. خاف واحد عاجبه يشغل الجريد منها، يقول له ديسبلاي دروينج جريد، ادوس عليه يطلع عندي تمام. انا لا ما اريدها لان صراحه ما احب اشتغل عليه، اشتغل هيك. كليك ايمن اي مكان بالورك سبيس، يعني اي مكان بالشاشه السوداء اللي هو لوحه الرسم، كليك ايمن، اقول له اوبشن تمام. فتح عندي هذا، شنو هذا الاوبشن؟ شو يقول لي؟ هذا شباب انضبطه، احنا انضبطه مره واحده بحياتنا، اللي هو ايش وقت اشتغل بالاوتوكاد، اول مره راح اشتغل، شو اسوي؟ اولا يجي على الديسبلاي يقول لك ويندو المنت، تريد لايت لو دارك، شنو قصده؟ قصده هذا ريبون.
تريده لايت يعني رصاص، وتريده هيك مثل هذا الشكل دارك ابلاي. شوف شلون صار عندنا هالطريقه صار. تمام، انا صراحه يعني يعجبني اشتغل هنا. انت شوف شنو جاي عينك سوي اوكي، فهم قول ابلاي رجعت هاي كلش تمام. يجي يقول لي انت لوحه الرسم تريدها سوداء ولا هذا؟ اي لما ارسم اريد لوحه سوداء حتى الخط يعني يبين ابيض واضح ما اتعب عيني. ممكن انا اغير اسوي هذا اسويها وايت، نقول ابلاي كلوز اند ابلاي ابلاي. شوف شباب شلون صارت مزعجه كلش، تقريبا مزعجه. تمام، فارجع كليك ايمن اي مكان بالشاشه، كليك ايمن اوبشن كولرز، اقول اريد البلاك، اقول له ابلاي. مع شباب لحد الان اوكي تمام زين. هذا يجينا يهمني هسه هذا هنا، هذا يقول لي كروس هير سايز. هذا الماوس، الماوس او يعني المؤشر مال الماوس ممكن اكبره. بعد شو حسوي؟ مثلا حسوي 25%، راح اقول له ابلاي. بقى صار عندي شلون كبر. فممكن حسب يعني انت شنو رغبتك. تمام، انت وشنو رغبتك. ان شاء الله تنزل محاضره باليوتيوب. نعم زين، هاي مال الماوس هم كل واحد وحسب شنو يشتغل. فاني هذا يعني انت وشغلك، لما يسعدك شغل هوايه فاكيد كبر حتى تصير واسع. فانا حرجعها حقول 10 مثلا، خلينا نجرب نشوف 10. اذا واضحه 10 واضحه انه تمام اوكي. كليك ايمن اوبشن. هسه احنا كملنا الديسبلاي، اوبن اند سيف. دائما اختار سيف از، تختار 2010. ليش؟ انت الاوتوكاد هذا سيفته نسخه قديمه ممكن يفتح على كل النسخ الحديثه. فانت حتى تتفادى الموضوع لما ترسل شغلك الواحد او انت لا سمح الله صار بلابتوب وشي تريد ترسله بغير مكان تفتح بغير اوتوكاد، مثلا انت منصب 20، من يقول اللي يعني اللي يعني الموجودين وياك او انت هتودي له الشغل هو عده هذا نفس النسخه مالتك. فاكيد شو نسوي احنا بالعشرة حتى احنا بالسيف سايت. زين يقول له اوتوماتيك سيف. مثلا اذا نشتغل طفت الكهرباء او ما نقول طفت الكهرباء يعني الناس فصل، خلينا نقول اللابتوب نفسه او حاسب مالتك نفسها صار بيها شيء، فقول له كل 5 منت بتوين سيف، كل 5 منت سيف لي انت. تمام، هاي شغله. شو يقول لي بعدين؟ هاي شغلات نحتاج هالساني هذا بلوت ان بابلش. هذا مال طباعة، هذا يعني شغله ادفانس بعدين نحكيها. انا صراحه السيستم واليوزر هم عندي شيء اريد اني درافتنج. شو يقول لك؟ لك انت هذا السنابنج. شو السنابنج؟ احنا هذا مو المؤشر مال ماوس لما يختار شيء يصير عليه لون. فهذا اللون هذا شنو؟ يقول لك بالاخضر حيختار لك اياه. الكروس، الكروس اللي عندك هنا نبقي اوتوماتيك. اخر شيء شباب السلكشن ارجع لها ان شاء الله بعدين لما اجي ارسم شوي لكم. حاليا هذني البيسك الاعدادات، وانت ويا شغلك ممكن انت تسوي الشيء اللي يعجبك، تكبر الماوس، الصغر. ممكن هنا هسه نشوف ان شاء الله بالدرافتنج هنا لما نكتب رقم شلون نسويها واضحه لما واضحه. تمام، يعني شغلات هوايه عندنا. تمام، فنقول لا ابلاي. حاليا هذا هو السيتنج والبرنامج اول مره اوكي. نجي راح هسه راح نجي نتعلم شوي شوي شلون نرسم خط. ورا الخط نبدا شوي الاشكال الهندسيه شوي شوي نرسم لحد ما نوصل مرحله ما نرسم بشكل هندسي مرتب اوكي شباب. زين بسم الله، نجي من الدروينج بانل. من الدروينج بانل وين بري بون نختار الدروينج، مبين مكتوب لي لاين خط اوكي ام اوكي. كليك ايسر اختار اللاين. شباب لما اختارت اللاين طلع لي مربع حوار سبيسيفاي فيرست بوينت. طلعتكم باللابتوب ولا ما طلعتكم المربع اللي طلع بصفي؟ اعيد. طبعا لما اريد اطلع من شغل اقول اسكيب لاين، يحكي وياي يقول لي حدد النقطه الاولى. بعد ما احدد انا بس دا امشي بالماوس. اكتبوا لي طلعتكم هذا المربع والحوار ولا لا؟ طلع تمام. زين
هذا المربع مع الحوار جدا جدا مهم، هذا يسهل لك تتعلم الاوتوكاد، وهذا هو نفسه اذا اختفى شلون تجيبه. شوف شباب، اكو شيء هنا جوا اسمه دايناميك انبوت، دايناميك انبوت هذا منا اجيبه. اوكي، اذا اطفيها، هسه طفيتها، اختار لاين، كوش ما يطلع لي، ها وياي ما يطلع شيء، يكتب بس جوا. هاي الشغله مو صحيحه بالنسبه لنا احنا، تمام؟ فقول له سكيب، اقول له دايناميك انبوت منا اللي ما عنده اياها هنا بهذا الشريط، يروح من كوستمايزيشن يختار هاي من الدايناميك انبوت، انا عليها صح فهي موجوده صح. تمام شباب؟ اتمنى كل عرف شلون شغل الدايناميك انبوت، يعني اختار لاين يقول لي طلع الدايناميك ويا مربع الحوار مالته زين. يلا خلينا نتعلم نرسم لاين. اجي اختار اللاين بالايسر، هو يقول لي شو يقول لي؟ يقول لي انت حدد اول نقطه. اقول له لا، على التعيين هاي نقطة رقم واحد بالايسر، امشي يمنه يسرى فوق جوه بكيفي، ماكو اي محدد. بس شو يقول لي؟ كاتب مربع الحوار سبيسيفاي نيكست بوينت، اختار النقطة الثانية. اقول له اختار الهاي. كملت من رسم، لو اريد ارسم بعد مثلا ارسم بعد ما ادوس شيء، هو الاوتوكاد يجيب شو جايه، ارسم هذا الخط، هذا هذا هذا، كملت اقول له اسكت. تمام؟ اوكي شباب، هذا سيدنا نرسم زين. واحد يقول شو رسمت خطوط، لا هي خطوط بطول معلوم، لا هي مستقيمه، لا هي مستقيمه، هاي شلون حكي؟ تعالوا. اول شيء تريد تختار بالاوتوكاد، لو تختار واحد 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 وتحذف، او شو تقول؟ تختار من هيك، يعني من اليمين لليسار تختار، ليش؟ من اليسار اليمين اذا تختار هذا ما يختار لك، لازم تختار كل الاليمنت او كل المقطع او كل الخط. بس لما اختار من اليمين لليسار بس اختار، يختار كله، بدل اختاره هيك، اختار كله، كله جديد. ارجع اختار اللاين، اخلي الخطوه الاولى نقطه، اقول لي اليمنى امشي لي مثلا 100 يونت، خلينا نقول 100 متر، انتر. كملت رسمه اقول له سكيب، شو راح الخط؟ ال 100 مقارنه بالكوردينيت عندك كلش قليله، شو تدوس بالسكرول؟ دوس عليها مرتين، جاب لك الشاشه مالتك رسمتها. اعيد الثاني، اختاريت لاين، سبيسيفاي فيرست بوينت بالايسر، سويت له هيك قلت له 100، انتر. سكيب، اطلع من الرسم، ما بين بالسكرول مرتين، اطلع على الرسم مالتي. اوكي شباب، سوي خطوه تعلمنا نرسم لاين، ولكن لاين هذا مو افق وعمودي. شلون نرسم لاين افق وعمودي؟ تعالوا نتعلم. اختار لاين، وقبل ما ارسم افعل من جوا شيء اسمه الاورثو، اورثوغوناليتي، يعني بالعربي نقول التعامد، حتى ارسم خط اكس اور واي يعني افق او عمودي براحتي، يعني زاويه 90. افعل الاورثو، هسه اجي ارسم. من رسمت شو اقول له 10، شو بعد اصعد فوق ما يخليني، بعد ما اصعد فوق يقول لي لو واي لو اكس رسم، يعني اصعد فوق ما يقول لي ما، لا واي لو اكس، واي لو اكس، فامشي يمنى اقول له 10 او 100، اسف، انتر. اسكيب لين خلصت، رسم لي خط افقي طوله 100 متر او 100 وحده. تمام استاذ، اذا بيها زحمه ممكن تشرح اللوحة ليمت والكوردينيت ضبط الرسم، هاي الشغلة يعني هذا الكوردينيت والليمت هسه جايها، بس هسه شوية شوية، بس انا احكي بيسك حتى الكل يستفاد. فاهمك، عشت ايدك، شكرا. زين، فهسه احنا هذا اول شيء اللاين. زين، واحد يقول لي اريد ارسم لاين بزاوية معينة، تمام، اختار لاين، ما دام زاوية معينة شو تسوي انت؟ طفي الاورثو، اول نقطة شيفت وعلامة الأصغر باللابتوب، شيفت وعلامة الأصغر، اكتب الزاوية مثلا 60 درجة، انتر. بعد الاوتوكاد ما يسمح لك لو يرسم فوق لو جوا، بس يا زاوية 60، هسه انطيه الطول قول له 100 متر، انتر. سكيب، اطلع من يمها. هذا الخط، هذا الخط اخترت اني طوله 100 متر مائل بزاوية 60 من المحور الأفقي. تمام شباب؟ اتمنى تمام لحد الان لللاين للخط. هذه سالفه الخطوط.
ديليت، اخترت ان كلين قلت له ديليت. ايش حنقول هسه احنا؟ يو ويلكم. زين ايش حنقول هسه احنا؟ هذا اول شيء اللاين، شيء بسيط وسهل. ممكن اجي هسه اخذ الدائره، لما ادوس على الدائره السهم يطلع لي هواي اوبشن، يقول لي دائره ام السنتر وقطر، لا دائره بيها عفوا نص القطر، لو قطر لو 2 بوينت والى اخره. هسه احنا على الموجود مالتنا اختار الدائره بحثها، اخترت الدائره، شو يقول لي الاوتوكاد؟ يقول لي حدد لي السنتر مال الدائره، يقول لي هاي السنتر. يقول لي تريد ترسم ار لو دي، يعني نص القطر لو قطر، اقول له ارسم لي ار. فراح اقول على فرض انه ار مالته 5، انتر. قبل طلع رسم صغير اكبره بالماوس، تمام. هاي دائره قطرها 5 متر. زين واحد يقول لي اريد ارسم دائره لاخ قطرها 20، بس من سنتر هاي باعوا، اطلع سكيب مو اختار دائره، بس اوصل يم هاي الدائره يطلع لي السنتر مالتها. هذه سهوله للسناب، فما فعل عده هذا خلي دز لي حتى فهمه، يعني دز لي بالشات. اجي اقول له انا اريد الدي، فايش اكتب له؟ دي انتر. فشفتها بس اللابتوب احطيه قطر، فاقول له اعطيني قطرها مثلا سويها 20 متر، انتر. صار عندي دائرتين، وحده 10 وحده 20. اتمنى الاوبجكت سناب هذا الكل مفعلينه، هذا السناب كورسر ان 2 دي، هذا كله مفعلينه اوبجكت سناب. يعني هذا انا اضغط عليه منها لقي السنتر مال الدائره يطلع لي، والسكند بوينت وكلها. زين نكمل. شنو فائده الاوبجكت سناب؟ لما ارسم لاين، طبعا فعل الاورثو هذا لاين، اختار لاين، لما اجي اوصل اللاين يقول لي هذا النص مالته، يقول لي هذا العمود عليه، هذا هيج، هذا المماس. فاذا مثلا من فعاليات عندكم تقولوا لي يعني هسه هاي العلامه لما اختار لاين وهاي العلامه تطلع لها شنو؟ هاي النص مال لاين. فاذا من فعله فتفعلوه منا، الاند بوينت، الميد بوينت، السنتر، التقاطع، التعامد، التانجنت، كل الموجودات هنا. تمام شباب؟ هاي الخطوات الاولى. زين ها شباب اوكي، ان شاء الله هسه تعلمنا، هسه نسوي ريتشارت، تعلمنا شلون نرسم اللاين باكس وواي يعني افق وعمودي، وتعلمنا شلون نرسم الدوائر، يعني ما عندنا شيء. زين هسه اريد ارسم دائره تانجت الضلعين، فاقول له من الدائره منها من السمانتها 2 بوينت، لا اقول له تانجت راديوس، فمماس مماس نصف قطر، فاختار هاي الدائره اقول له انت هذا اول مماس لك وهذا ثاني مماس لك وقطرها مثلا راح نقول 10 متر، 10 متر قطرها، انتر. شوف شلون رسم لي دائره وماس هي ويا من؟ ويا تو سايد ويا ضلعين. اوكي شباب واضح جدا، بسيط، عاشتيتكم انتم متابعين كل زين، عافيه عليكم، حلوين. اوكي شباب، فشو رسمت هسه اني؟ دائره بالنوع الثاني هي تانجنت راديوس. فشباب حتعبر الدائره عندك هاي الانواع، انت شنو عندك بالسؤال تقدر تستفاد من عنده. زين واحد يقول لي هسه انا عاجبني اقدر ارسم نص دائره، بسيطه. انا ايش اسوي؟ هاي الدائره. زين شو اسوي هسه اني؟ هاي الدائره نفسها مالتي اريد اسويها نص دائره، شلون؟ اختار لاين اجي النص طلع لي السنتر، لا شوي اخذ امتداد ما ارسم، من امتداد هيك واسوي خط، بعدين اذا امسح الخط اعلمكم شلون امسح الخط وامسح نص الدائره بعدين. اوكي زين هسه تعلمنا اللاين من الزاويه والدائره. تعال نعبر على اقواس. القوس هم نفس القصه، الاقواس اكو عندك 3 بوينت، هذا يعجبني يعني هذا الستارت اند وسنتر، اللي هي شغل صار عندي غلط، لازم شو يصير؟ ستارت اند سنتر، تمام. وبي هواي طرق للرسم مال القوس. اكو عندك القوس الثاني اللي هو شنو هو؟ ستارت اند راديوس، اللي هذا ستارت اند مثلا راديوس، خلينا نقول مثلا 15، تمام. رسم اللي عندي كيرف حلت ماشي. اعيد القوس هواي الى تقدر ترسمه باكثر من طريقه، اكو ثلاث نقاط انت محددهن بدايه ونهايه ونص، اكو ستارت اند ستارت سنتر اند، يعني بدايته وسنتر ونهايته،
اكو اللي انا دائما صراحه ما اعرف استخدم اللي هو ستارت اند ريدوس شويه سريع حسب النوع اللي تحتاجه. اوكي شباب، تعالوا نرسم هسه، تعال نرسم هسه مستطيل منا يقول لي اكو ريكتانجولر واكو بيلوجون، يعني اكو المستطيل الاعتيادي واكو عندي الخماسي والسداسي، تعال نرسم وحده وحده، نختار ريكتانجولر. يقول لك حدد الكورنر الاولى، فاقول له فيرست كورنر هاي، حدد الاذر كورنر لهنا. اكو مشكله رسم عندي هذا مستطيل، نعيده، نختار ريكتانجولر من هاي، حدد الكورنر الاولى هنا لهنا. بس هذا يعني عندي حسابات، ادرس المستطيل 40 ب 80، اختار الركن الاول. اوكي شباب، واجر هيك شكتب له بالماوس بالحاسبه بالكيبورد 40 هذا الاكس، فارزه بالكيبورد 80 هذا الواي، انتر. رسم لي المستطيل 40 ب 80، 40 الاكس الافقي و80 الواي عمودي. ها شباب، اوكي يعني بعدنا ان شاء الله وياي بسيط الموضوع ان شاء الله. زين، واحد يقول لي اني زين اقدر اخلي غير ارقام؟ اي نعم، شلون اخلي غير ارقام؟ انت هذا ال 40 وال 80 هذني صراحه موجبات. اذا تشوفون هنا بالركن تلقون المحاور الاساسيه مال الاوتوكاد الاكس والواي، الاكس موجب باليمنى والواي لفوق، تمام؟ فاحنا لو كتبنا بدال ال 80 ب 40 80 مثلا، كتبنا سالب 40 ب 80، يصير الرسم مال مثلا بغير مكان لان المحور اختلف مكانه. فالمهم زين، فهذا هو رسم المستطيل. زين، واحد يقول لي اريد ارسم يعني خماسي او سداسي، نختاره. بس انتبهوا يا ايه، تعال شباب ارجع بس هذا المستطيل ارد اجيبه هنا، بعدين اعلمكم شلون اجيبه هو بالموف، ما في مشكله، بس خلينا نجيبه قريب علي. زين زين، تعال انتبهوا يا شباب. هسه انا درس مثلا خماسي، اقول اختار من هذا المستطيل، اختار الخماسي من هنا. يقول لي ايش كم ضلع؟ اقول اريد خمسه اضلاع. شلون اكتب لي؟ انتر نمبر اوف سايدز، اقول له خمسه انتر. يقول لي حدد السنتر مال هذا، انا اريد هذا يصير بسنتر الدائره. يقول لي تريده ان سيركل لو خارج السيركل؟ اقول له ان سيركل اريده. اختار محيط الدائره وارسم. هذا تذكرون كذا بصف اول لما يجيب لك ترسم خماسي او ثلاثي بداخل دائره. زين، نعيده. ديليت، نختار الخماسي، نسوي خمسه انتر، نقول له السنتر مالتها هاي السنتر مالتها، نقول له اريد اوت. يقول لي اريد القطر مال الدائره، اقول له ما عندي قطر، بس انا ايش عندي؟ عندي محيط. هذا خلي محيطها. ها هسه اذا مسحت الخط هذا، مسحت هذا الخط، يبين عندكم رسم. ديليت، هذا واضح. تريد فور هذا هم يفتر، الثيتا مالته تفتر، ما عندنا اي مشكله. ها شباب، واضح ان شاء الله. زين، طبعا اكو بولو لاين اللي هو هذا اللي نقدر، طب خلينا نطفي اورثو ونرسم راحتنا، اللي هو خط نرسم به لازم ينقفل به. هذا البولو لاين كل شيء فينا يعني بالهندسه المدنيه مرات نحتاج شغلات نرسمها خط واحد، تمام شباب. زين، اكرر، البولو لاين هو خط نفس الخط الاعتيادي ولكن لازم يكون كلوز لوب، يعني اذا ابدي منه لازم ارجع. شوف السبع، اذا وقفت شوف ما يقفل عندي، ما يقفل، بس لما اجي منه كلوز يقول هذا اوكي بول لاين. لما اختاره كامل مثلا تحسب طول اساس، طول فد شغله معينه هندسيه، فالبول لاين هو دائما يفيدنا اكثر. حتى اختاره وفد تطبيق الاخ اقول له اريد شو مثلا الطول مالته، اللينث مالته، تمام شباب. زين، اختار هذا كله ولا ديليت. زين، حاليا هذين الشغلات ثلاثه اربعه هذين شلون تقولون الاساسيات بالرسم صراحه. باقي الشغلات راح احكيها ان اهم شغله عندي اللي هي شنو؟ شلون اعدل على الرسم. لهسه اني هذني يعني الرسم مبين وخاط ودائره وما ادري شنو، فهذني مو في مشكله، انا اريد اعدل شلون. تعال هسه نتعلم شوي شوي، بسم الله. هسه حاليا هذا البارت المحاضر اهم من بارت راح، لان هذا راح نحكي بشغلات مهمه جدا. زين، بسم الله. اول شيء راح اجي اشتغل اني بالموديفاي بانل.
شنو موديفاي؟ هي قائمة التعديل، أعدل على الرسم، ممكن أمسح، ممكن أسوي كوبي، ممكن أضيف، ممكن أسوي هواي شغلات. أوكي إخوان؟ فشوي شوي مثلا إذا نرسم مثلا نقول عندي مستطيل هنا، خلينا نقول 10 متر فارزه ب 20 متر، وخلينا نقول عندي ب 5 متر، خلينا نسوي تغير انتر، نتقرب عليه هيجي تمام. هذا اريد هذا المستطيل، عندي خط هنا عمودي، شو ما ادري رسم عمودي ليش؟ لازم تقولوا لي شغل الاورثو، انكم عاشتيتكم شغلت الاورثو من هنا فصار عندي هذا الخط. اريد احرك هذا المستطيل لهنا شلون؟ كالاتي، من موديفاي قائمة موديفاي اختار موف، اختاريت موف بالاي بالكليك الايسر، شو يقول لي الاوتوكاد؟ سيلكت اوبجكتس، اختار العناصر اللي تريدها. اقول له يابا انت اختار لي هذا المستطيل، اختاريته كليك يمنى، اعيد اريد اسوي انقل او احرك هذا المستطيل، اختار موف، قال لي سيلكت اوبجكت، اختاره اكليك ايمن، ها اقول لي حدد النقطة اللي تحرك من يمها انت، اقول اني راح احرك من هاي النقطة، يقول لي حدد لي النقطة الثانية، فاقول له اتحرك، فمنين جبته؟ منه. طبعا ليش ذا يجي اكس واي؟ انا مشغل ارثر، فاجي منه انا مشغل اوبجكت سناب، اجيب له هنا. ها شباب الموف تمام، الموف كتبوا لي حبايب إعاز الموف إن شاء الله بسيط ما بي مشكلة. واضح زين، شكرا عاشتيتكم زين. نجي بنفس الأسلوب راح أقول كنترول زد، أرجع لهذا طبعا خطوة عبركم بدون كنترول زد رجعوا لها زين، إذا أجي هنا كنترول زد رجع طبعا. يعني هسه هذا اسوي لك كوبي، هذا اسوي كوبي طبعا تقدرون شات اي صحيح التعليق عن طريق السحب فورا صح، هو نختار العنصر كله من موف نسحبه للجسم كل زين عاشتيتكم زين. ممكن هسه هذا ال دوس عليه كليك هذا الطرف طول يعني عادي منه طول الخط يعني مثل مشكله يعني نحتاج زين. هسه اريد هذا المستطيل اسوي لك كوبيات، فاختار يعاز كوبي نفس الاسلوب اللي سلكت اوبجكت، يقول اختار هذا كليك ايمن، يقول منين تقدر تسوي له كوبي؟ يقول لك سوي له كوب منه وحركه. طيب تقدر شنو؟ سمع عجبك شيء يقول هذا مو هندسه الشغل، اقول لك صح كنترول زد كوبي، اختار المستطيل كليك ايمن اختاره منه، اقول له حرك لي اياه من هالجهه مقدار مثلا 5 متر انتر. شوف هسه تقول لي مو تحرك، لا تعال تقرب نلقاه تحرك بس كلش كلش قريب تمام. تعال شوي نسوي مزارع ازيد، نحذفها من هنايا ديليت كوبي، اختار المستطيل كليك ايمن منه حركه مثلا هنقول 50 انتر. شلون راح بعيد؟ هنقول له 10 انتر تمام، فصار عندي هاي 10 صار بي. يا شباب اوكي، واحد يقول لي انا دا اشوف شيء اسمه ميرور، شنو قصدك؟ شنو قصدي من ميرور؟ ميرور هي تعكس السؤال، يعني تسوي سيمتري، تسوي تناظر. يعني شلون تسوي تناظر؟ يعني هذا الجسم انتقل غير مكان زين، شلون انتقل غير مكان؟ يعني اختار ميرور تمام، هم شيء يقول لي اختار ميرور نفس السؤال، يقول لي سلكت اوبجكت، اقول لك اختار هذول الاثنين، اتفقنا نسوي سلكت من اليمين لليسار سلكت، يقول لي سويت سلكت اطلع شنو شلون تطلع؟ كليك ايمن اختار النقطة اللي تسوي على الميرور، يعني اختار النقطة اللي تعكس حولها، يعني النقطة اللي تصير هي خط التناظر، اقول له هاي سوي لها خط التناظر. شلون؟ اروح منها ما يجي بس اروح بهاي الجهة صار عندي هنا واضح. ادوس كليك ايسر شو يقول لي؟ يقول لي امسح الاصل، اقول له لا ليش تمسح الاصل؟ يعني يقول لي امسح لك هذا، اذا يقول لي لا عوفه، اقول له نو صار عندي ميرور، اعيده كنترول زد اختار يعاز ميرور، هو يسوي سيمتري، هو اعكس على محور تناظر، اختار الاوبجكت كليك ايمن اختار المحور مال التناظر، اقول له نو لا تحذف لي الاصليات. ها شباب اوكي
تمام. زين، واحد قال هسه احنا اوكي يعني شلون تقولون عبرنا الميرور هذي، زين هذني شويه صارت ملل بالمحاضره، الشباب يقولون يعني وبعدين اي مو شنو الفكره، هذني الاساسيات كذا ضبطت فين انت ايش بالاوتوكاد تقدر بعد تشتغله اوكي. في عام شويه دائما اركز على الاساسيات هوايه. زين شباب، خلينا نسوي هسه احنا خلينا نقول اريد اسوي روتيت. شنو روتيت؟ افر الجسم يعني مثلا هذا المستطيل ما عاجبني انا هنا يعني. اريد اسويه او اريد اخليه يعني يشتغل بزاويه معينه. خلاص بسم الله شباب. اوكي استاذ، اوكي عاشتيتكم شباب كل الزين، خوش تفاعل، انتم زينين ما شاء الله عليكم. زين شباب تعالوا روتيت، نبين من يعني شكل مالته انه روتيت اي فور. اختار روتيت، كليك ايسر، نفس الاسلوب. شو يقول لي سيلكت اوبجكت، يقول لي اختار لهذا الريكتانجولر، يقول كليك ايمن، يقول منين تريد تفره، يقول لي افره من هنا، اطفي الاورثو حتى اجي افر براحتي. واحد يقول اريد انجل معينه، يقول اسوي لها ب 40 درجه او 30 درجه، انتر. واحد شلون افتر؟ افتر ب 30 درجه. ممنون حبيبي، تسلمون، شكرا شكرا شباب. ها اخواني اعيد الميرور، او اسف روتيت، اختار روتيت، سوري شو عندي هذا، قول لي سيلكت اوبجكت، اختار هذا هيك، كليك ايمن، منين اريد افره، مثلا اريد افره من هنايا هيجي ليفتر بشنو، بصوره غير صحيحه يعني مو بشكل هندسي، صح ولا لا؟ فمثلا اقول له اريده بهاي الزاويه مثلا هيك، او نقول لك 60 درجه اكثر، اختار 60 درجه. هذا هو اعاز الروتيت. اوكي شباب، شلون دور بزاويه؟ تمام، تعال شوف كنترول زد، كنترول زد، باي، اختار، سوري انا حتى الميرور راح، اجي اقول روتيت، اختار الاليمنت، كليك يطلع، شلون اختاره؟ بالماوس الايسر روتيت، اختاره بالايسر، كليك ايمن، طلعت، يقول وين افره من هذه الجهه، لازم اذا افره بزاويه لازم اطفي الاورثو، اقول له افر لي بزاويه 30 درجه. ها اوكي، افتر 30 درجه. زين روتيت ان شاء الله سهل، اعاز الميرور ان شاء الله وروتيت سهل. زين، واحد يقول لي هسه اني هذا المستطيل كلش صغير يعني ما عاجبني، يعني هذا المستطيل اخذ له كوبي، انا ما عاجبني المستطيل يعني اكبره، اقول له اي بسيط، تعالوا نكبركم اياه باعاز جديد اسمه سكيل، بينما من اسمه سكيل يعني شو اسوي اني؟ يعني لو اصغر لو اكبر شو اسوي؟ مثل الاتي، اعاز سكيل اختاره، يقول لي سيلكت اوبجكت، اختاره، كليك ايمن، يقول لي منها وكبر بها. ايش قلت مثلا انا اريد اسويه؟ اريد اسويه هو مثلا ايش قلت قيمته؟ مثلا قيمته نقول اكس، اريد اسويه 5 اكس، اقول له سوي لي مثلا 5 اضعاف، انتر، فصار هذا المستطيل عندنا. انا اذا اختار هذا واقول له سكيل، يقول لي سيلكت، اقول لك صغر لي اياه، صغر لي اياه 0.25، صغر لي اياه ربع قيمته، صار شلون صار صغير؟ ها شباب اوكي، فهذا هو اعاز سكيل. اوكي شباب ان شاء الله تمام. زين يعني ما بقى شيء، حتى نطب شويه برصوات ونسوي شغلات حلوه. شباب اكو اهم اعازات هسه اشرحها صراحه ثلاثه، تعالوا شويه انتبهوا وياي. مسامر رسمنا دائره شباب، سايه طبعا العلم، بس ذكرتوني ممكن ترسم لو من المين منيو بار من فوق تقول له درو وتختار الشيء، ترسم مثلا دائره وتختار الدائره تريدها، او قبل تجي تكتب اي مكان انها تكتب سيركل هو يكتب لك، او تكتب بالكوماند لاين توقف هنا تكتب لي سيركل، او منها من البانل الاساسيه، بس هذه نوع الكتابه على الماوس يعني شغلات ادفانس عليكم شوي شوي نتعلم، فاختار دائره
اقول له يابا انا مثلا اريد ار انت يعني نصف قطر، مثلا ار 10 متر، لاين اتقرب الها منها اجي هيك عندي كذا، انا اريد نص دائره. إيعاز جدا 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 مهم هو إيعاز الترم، والعكس مالته اكستند. خلينا نتعلم شنو الترم وشوف شنو الاكستند. شنو الترم؟ انا اريد احصل نص دائره صافيه، شلون؟ اختار إيعاز ترم، يقول لي سيلكت اوبجكت، اقول له لا لسه هو هذا، يقول له انت ترم دوس انتر، تعال بتقص هنا، يقول لك اقص لك هذا، اقول لك اي والله زايد منا هذا زايد، وهاي نص دائره زايده. ها كملت سكيب. ها حلوين. نجي مثلا عندي هذا اللاين مثلا جاي من هاي، هو تمام. شريد من دا يحكي شباب المايك؟ هذا الخط طالع وطاب من ناري، شو سواني؟ اقصه، اقول له ترم انتر تعال قص. هذا الزايد المايك مالك عيني شباب، المايك ما اعرف شو من يحكي. تمام سوري شباب، عيد شباب كنترول زد، تعال نرجع وياكم. هذا عند الخط طالع من ده وطالع من ده، اريد اقصه، اقول له ترن انتر تعال قص. هذا الزايد قصدنا اياه، هذا من ناحيه قصدنا اياه، هذا بيناتهم مثلا. ها شنو رايكم في اعاز ترن؟ جدا جدا مهم. اوكي اكستند هو عكس ترن، يعني بدل ما تقطع تسوي امتداد للخط، مو المشكله هذا. ها شباب اوكي حد الآن شلونكم؟ خما شوية شلون ما فهمتوها، عازة ما فهمتوها اكتبوا لي رجاءً. تمام شكرا لكم، عاشتيكم، تعالوا نكمل شباب. ورا هذا اللي عاز ترم واكرر ترم كل شوي راح نستخدمه ان شاء الله، هاي عازات مجرد انترودكشن، شوي شوي نجي نكمل. انت عاز تشامفر والفلت everything اوكي ثانك يو ويلكم، كله تمام استاذ نور، شكرا عاشتيكم ابطال، شكرا. زين شباب هذا عندك عاز فلت او تشامفر، هو شنو هذا التشامفر او الفلت شباب بالعربي؟ لو تسوي الركن يعني مثلا عندك ركن خطي متقاطعات بزاويه 90، لو تسوي بيناتهم قوس لو تسوي بيناتهم خط مائل، شلون؟ اولا ما نقدر نشتغل على المستطيل تشامفر، لان هذا ما متكون من خطوط، متكون من المنت واحد، فلازم انا ارسم المستطيل يعني خطوط اسويه. اوكي شباب؟ هسه اقول لكم يعني شنو قصدي، اجي اختار مو مستطيل اغلب، اختار لاين، اقول مثلا لاين منا لهنا قول 20 متر انتر، انزل لي اورثو عندهم 20 متر انتر. تمام شباب نجي هذا الخطوط، مره اريد اسويه فلت مره اريد اسويه تشامفر. خلينا نبدا وش الفلت، اختار الفلت، شو يكتب لي؟ يقول لي سبيسيفاي فيرست بوينت، لا مو هيك احنا نقول، انت تريد قطر اللي يعني التقوس مالتك قطر تريده بالار، تقول له ار انتر، يقول لي تريد القطر مال الفلت هو كله 20 متر، فانا نقول 2 متر يصير حلو يعني، هنقول انتر. هسه اقول لك سيلكت فيرست لاين، اقول هذا الخط الاول وهذا الخط الثاني. ها شو شوف صار ما صار فلت، نعيده كنترول زد، اختار فلت، اقول اريد اني ار قطر دي 5 حكبره انتر القطر مالتي، اختار الخط الاول اختار الخط الثاني. ها شباب واضح الفلت ان شاء الله، مفيد لكم ويعني وسوي شغلات معينه لنا. اوكي شباب اللي دائما يجي توين ويا الفلت والتشامفر شلون يعني؟ خلينا نرجع هذا الشكل سوي طبيعي باعه، اختار التشامفر، يقول لي
هم يقول لي انت تريد مسافه، تريد ديستانس، تريد اول خط ثاني خط، قبل فيرست بوينت سكند بوينت، ما سوى شيء. ليش؟ طبعا ما سوى شيء، انت مو مختار له، انت غير تقول له اريد ديستانس، تريد انجل، تريد فيشن، قول له ديستانس دي انتر. يقول لي ايش قد مسافه الفيرست تشامبر، ايش قد تريد ينعكس؟ تقريبا سوى 2 متر، والسكند تشامبر هم 2 متر. يلا هسه اختار، يعني هنا ديستانس في الخط الاول، الخط الثاني. ها شباب عرفت شلون الفرق بين الفليت والشامفر؟ نعيد من جديد، اول عيد الشامفر، اختار شامفر، اقول له ديستانس انتر، خلينا نقول 5، يعني الخط الاول 5 مسافته، الخط الثاني 5 اوتوماتيكيا، فهذا يصير هيجي وهذا يصير هيجي. ها شباب اوكي، واكرر الفليت والشامفر ما يصير على المستطيل كامل، يعني اذا جيت اختاريت فليت، اختاريت فليت قلت له اريد اني نصف قطر وهاي 5 انتر، تجي تختار هذا شنو هذا؟ هذا فيرست بوينت سكند بوينت، 1 2 شلون؟ شباب مثلا نحتاج احنا نشتغل، اريد مثلا اختار مو كل المستطيل، اختار جزء من عنده، شلون شو اسوي باعه؟ اختار هذا الشكل وراح اقول له شنو؟ هذا اللي عايز مالته، خلينا نشوف اسمه اكسبلود، يعني شلون تقول تفكيك، بس ادوس عليها اجي اختار المستطيل، ايش القى؟ القاه صار خطوط. اكرر خاف من فاهمين، هذا المستطيل امامنا مو اذا اختاره يختاره كامل، اختار المستطيل واختار التفكيك، فشو يصير عندي؟ عباره عن خطوط. طبعا بعد اكو عندنا اعازات ثانيه، بس بعد اشرح واحد اخير وحتى نعبر نرسم مش كم رسم، وهذا هو يعني في البيسك اللي نعطيكم اياه. اوكي شباب؟ زين. تكون هسه بنهايه المحاضره بنزلكم بالتعليقات بالشات الرابط مال الشهاده مال المشاركه، بس لا انساها. اوكي شباب؟ تكون تدور عنكم. زين شباب اخيرا عندي شغله كلش مفيده، اللي مثلا الان اذا عندي لاين، هذا اللاين اريد اكرر اكثر من مره بمسافه ثابته، شو اقول له؟ اقول له اعاز اوفست، هذا اعاز اوفست اسمه، اختار، يقول قد تريد المسافه الكامله، اقول له مثلا سوي اياها مثلا 10 متر انت، فاختار هذا العنصر اصعد لي فوق، اصعد لي فوق، ها مثلا هذا اختاره انزل جوه، ده يكرر الخط نفسه او نفس الشكل، ايش قد مسافته؟ 10، اختار اوفست، اقول له سوي اياها مثلا 5 متر انت، هذا المستطيل شو باع شلون؟ قام يكبر، يعني هو الشكل يصير، بس هذا شنو؟ مو نفس الكوبي الموف، اتمنى فهمت الفكره. الكوبي لا، المستطيل نفسه يجيبه يمين يسار، هذا لا يكبره للشكل، ياخذه برا يجيبه جوا، تمام؟ مثلا سوينا مثلا هسه هذا 5 متر هنا، مثلا سوينا هنا على هذا شو باع القوس؟ على اللي فوق. هذا الإعاز شنو؟ هذا الإعاز، هذا إعاز اوفست. شنو عثمان؟ عفوا بس الركن بقى ويا فلت، استاذ سويت القوس لا طبعا، تريد قصدك رسم القوس بحده بدون فلت؟ ايش قصدك؟ حتى لا ترسم الارك لك مو مشكله، انتظرك انا اكتب بالتعليقات حس عن تجاوبك. نعم اوكي، تريد ارسم لك هذا، تمام اوكي عشتيك، تعال هسه اذا مثلا سوينا سوري لابتوب ما اعرف شنو كليك، مثلا هذا ما عجبني كله سالم، مثلا عندي انا هذا اريد اسوي هنايا قوس، فانا عندي ستارت اند راديوس، فاقول لها هذا الستارت، هاي الاند، والقطب اللي عجبك تسويه، تمام؟ مثلا 5 عجبني هنا انتر، هذا طريقه من القوس، طريقه واحده هذا ديليت. ممكن اجي هنا يقول لي 3 بوينتات او ستارت اند سنتر، ممكن يعني شنو ستارت اند سنتر؟ اقول يابا شوف اقراها، يقول لي ستارت سنتر اند، يعني شلون؟ هذا الستارت السنتر هو تقاطع الخطوط، وهذا الاند، ها
تمام شباب؟ فانت اكثر من طريقه للرسم القوس، هي عجبك وانت تشوفها سهل عليك انت سوي بيها. اوكي شباب؟ ان شاء الله تمام. زين، ويا هذه الشغلات احنا هسه يعني نشوفها كملنا الاشياء الاساسيه. تعال نسمي شباب للاشياء نقدر نقول عليها شويه ادفانس، مو كلش ادفانس، شويه ادفانس. انا ارسم ايش كم رسم، شوف شنو اسئلتكم وش عندنا ما عندنا. اوكي شبابنا، تعالوا قبل هاي كلها وهاي الهوسه، لا تنسون ممكن تغير لون الخط، ممكن تغير سمك الخط، ممكن تغير نوع الخط، كنت بدك شو سويته تمام؟ من هاي من يعني هذا البانل مال بروبرتيز، يعني هذا اصلا بدون ما اشرح لك اياه، انت تقدر تقول له هذا اللايرز لون الخط. هنا توقف عليها شيء يقول لك هذا سمك الخط تمام؟ والاخير التايب مال الخط، يعني نوع الخط شلون تسوي؟ هذا كلهم سهلات. تعالوا هسه ناخذ شغله شلون تقولون؟ يعني فتره رسومات سهله، واتمنى يعني اني يعني ما اعرف الكل ان شاء الله بيكم يعني ادري بيكم اغلبكم تعرفون اللي قاعد احكي، ويعني سوى بيسك حتى زملائنا وكلنا احنا نشرح بنفس الليفل. زين اخوان، تعالوا هسه يعني نشوف هذا السؤال، او سؤال بسيط، رسم بسيط عندي مستطيل 10 ب 15، 10 اكس 15 واي، باربع دوائر باركان مماسيه الضلعين، قطر الدائرة 1 متر، الار نصف القطر او يعني والدائرة بالنص قطرها 3 تمام. فمستطيل 10 اكس 15 واي، اربع دوائر باركان تمام، الدائرة بالنص قطرها 3 تمام شباب. تمام، ماكو مشكلة إن شاء الله. زين، أوكي، إن شاء الله بسيطة. فشباب هذا 10، 15، R1، هلقى قطرة 1، والـ R عندك 1 متر وعندك 3 متر، تمام؟ زين، هنشوف والله الرسم إيش حيصير عندي. شباب، بالنسبة للرسم، كل واحد بينا ممكن يرسم طريقة، يعني ماكو شيء دستور، ماكو شيء والله لازم أرسم. أنا عجبني أريد أرسم يعني شلون تقولون بهالطريقه، ابغى اختار لاين، اشغل اورثو، اقول له امشي 15 متر، انتر، انزل لو 15 بالاكس بلو بالواي، بس خلينا نشوفها، ها من بالاكس 10 سوري، اقول ديليت لاين انتر، اقول اختار لاين امشي هنا 10 متر، انتر، انزل دوام شغل اورثو 15، تعال منا بالامتداد مالته انا اجي اوقف عادي بس يطلع صحيح. فهسه رسمت مستطيل 15 في 10 او 10 بالاكس 15 بالواي. اوكي شباب؟ اريد ارسم اربع دوائر مماسيه لهالضلعين، شوف شلون صار الرسم شباب. 1 2 3 4 نرسم هاي قطر 1 متر، خلينا نشوف والله شنو قصده بالكلام. باعوا شباب. اجي اختار دائره، ما اختار الدائره عادي، اختار تان راديوس مماسيه الضلعين وقطر نصف قطر، اقول له هاي القطر الاول مماسيه الى هذا، الثاني هذا، وش قد الار يقول لك اختار لي اياها 1 متر. انت ها رسمت اول دائره عندي شباب، ممكن هاي الدائره ارجع ارسمها مره الاخ هنا ما عندي مشكله، اجي اقول هذا الدائره اختار يا نوع مماس نصف قطر، هذا مماس نصف قطر اللي هو 1 متر. يجي واحد يقول لي بعد شو تسوي انت؟ اختار هاي الدائره، اختار هاي الدائره وسوي شنو؟ ميرور حول النقطة هاي، حول هذا المحور بيصير متناظر لا تنجح اصلا. ها شباب، فصار عندي دوائر قطر جيد 1 متر، واحد يقول لي اختار الدائره العاديه من السنتر واوقف بنص هذا وبنص هذا، يعني صرت تقاطع حلو، وقول له 3 متر القطر مالتك. صارت السؤال اللي احنا راسمين لكم، بس شنو اختلاف ما عندنا لا دايميشن ولا تكست، بعدين خلينا شويه الاخ. ها شباب، ان شاء الله واضح شلون رسمت؟ اكو عنده سؤال يعني الفكره شلون رسمت؟ اخر العقل ممكن ترسم انت باي طريقه. تمام شباب؟ زين،
ما دام رسمنا احنا وما عندكم انتم مشكله بالرسم، تعالوا نتعلم شلون تخلون الدايميشن، حتى شوي شوي احنا نمشي بالافكار، نتعلم شلون نخلي الدايميشن مالتنا. اوكي اخوان؟ شباب، من قائمه انوتيشن، من قائمه انوتيشن تلقى هنا تكست، لا انا ريد هاي دايميشن، تاخذ لك لك منه يعني تكبر لي اياها. اكو لينير للاكس والواي، اكو الاين للمائل، اكو زاويه، واكو نصف قطر. خلينا نبدا باللينير، اختار اللينير بالايسر من هالنقطه وامشي بالماوس، ما ادوس شيء، ما ادوس شيء، هاي نقطه بالايسر طلع لي هذا قيمته 10 متر، بس شو الرقم مو حلو والخط شويه صغير، لان سكيل اللي ارسميه شويه كبير، يعني قصدي اسف ال ال يعني قصدي الرسم شويه ابعاد كبير. المهم نفس القصة، هاي قصة العشرة، أنا شريت أقيس بعدين، اختار منه، اختار اللينير، أقول له أنت هذا الركن أوقف لي منه، ما أدوس شي بالماوس شباب، بس أمشي بالماوس بالأيسر لهذا الركن، بعدين بالأيسر وأطلع، إيش قد طلع هذا؟ 15. شوفوا بس شنو شوية أشكال مو حلوة، يعني قصدي السكيل، أعيد السكيل من جديد شباب، اختار النوتيشن لينير سكيل أو لينير دايميشن من هالركن، من الركن اللي وين؟ الركن يسرى، امشي بالماوس يسرى، كملت اصعد فوق، اقول له هنا انت اكتب لي اياها ايسر، اختارها من جديد من الركن هذا، هذا الركن كله ايسر، وهنا هم ايسر الاخر، فصار عندي هذا 10 15، بس ارقام مو حلوه وهواي ارقام بعد الفارزه. هسه قلبي عاشت ايدك محمد، هسه اقول لك شلون نعدل الخط، اشيك شلون نعدل الخط، والخط نفسه وين يدخل يعني بخانه التكست، هسه نعلمك يا بسيط الدلل. اوكي شباب؟ هسه هذا زين. محمد سال زميلكم يقول احنا شلون نعدل الخط؟ اقول له تمام، ثواني هسه بس اكمل قياسات ونعدل الخط. زين. واحد الاخ يقول اريد اقيس الدوائر. الدائره من تنزل السهم تلقى لو تقيس نصف قطر راديوس تقيس ديامتر، اقيس راديوس. بكل بساطه ايش كاتب لك هو الاستاذ؟ او الاوتوكاد كاتب لك سيلكت ارك اور سيركل، اختار القوس او الدائره، تقول اختار لهذا الدائره، قبل هو يرسم لك هذا القوس، هو يرسم لك هيك يقول لك الار واحد، ار واحد اصفاره، طبعا بوينت واحد بوينت فهو يعني واحد، اختار اقول له اختار راديوس، اختار لي هاي الدائره، قبل يقول لي هاي ثلاثه، فرسمي هسه صحيح. بس بقى عندي شباب، عندي الدايميشن مو صحيح، يعني شلون شكله ما حلو صغير، فس المقارنة الرسم بالابعاد ما حلو، مدى اشوفها مو صحيح. اوكي اخواني، فش اسوي؟ تعال هسه حاليا شلون قست؟ اكو واحد عنده مشكله، يعني ما يعني اختار الدايميشن، اختارت الدايميشن معينه، اقول له من هنا لهنا بالماوس كليك ايسر، من هنا اعوف يعني امشي بالماوس فقط، ودوس يعني ما اضغط على ايسر وخلاص. هسه حفوت شباب بخانه انه اني شلون اسوي الدايميشن، يعني شلون اضبط الستايل مالتها كالعاده. تعالوا وياي شباب، انوتيشن بها سهم، انزل جوا يقول لي هذا التكست ستايل، شلون تعدل التكست، اسوي ارجع له بعدين، هذا دايميشن ستايل، ادوس عليه دايميشن ستايل مانجر، اني ابدا اسوي واحد جديد فاسميه نيو، تمام؟ خلينا نسميه مثلا L for example، اقول لك continue، فتح لي اول شيء حجي على اللاين، يقول لي انت اللاين شباب خاف تشتغل بالاوتوكاد، دائما سوي سكيلات في ثلاث اربع سكيلات، مثلا سكيل المسافات كلش قليله، يعني المليمتر وهاي السوالف اللي نرسمها، سكيل شوي الاكبر، يعني كل بار سوي بيه سكيل انت. اوكي شباب؟ عاشت ايدك، صراحه من رسم عمل ابعاد، عاشت الايادي، تسلمين. اوكي؟ فكمل شباب، انت هذا النيو دايميشن ستايل، دايميشن ستايل، تكست ستايل حتسويه مره واحده حياتك وتسيف شغلك، حتى كل ما تفتح الاوتوكاد تلقى الشغل يعني نفس الاعدادات موجوده. اوكي اخوان؟ ان شاء الله تمام، يعني هسه ان شاء الله مو نكمل منها نقدر، فشوي راح اسويها منها نسيف. لازم نعرف شلون. اخوان فنجي على اللاين، يقول لي انت
بيس لاين سبيسنج، يعني الخط ايش قد يبعد عن الاسفل. انا اذا ميش مالتي كلش كبير، فمو 0.38 راح اسويها 0.5 مثلا او 0.75، لان شويه يعني ارقام كبيره صار احنا. اوكي زين، يقول لي انت الخط شلون تريد بلوك لاين، اي الخط العادي ما في مشكله بها. اكستند بيرونس، هاي الارقام الثانيه نفس القصه. مثلا شوف هسه تعالوا اوفست فروم اوريجين، اقول مثلا 1، وعشان تغير يعني انت مو تقيس قد ما في خط واحد، لا 0.25 مثلا صارت سهله. هذا اختلف، هذا مثلا سويت 0.05 بعد حيصير لكم الفوق هيقل. فانت اب تو يو، انت بس لازم نعرف الفوق والجو يحتاج يعني. اوكي اخوان، ها هذا اللاين. هسه الارو كذا هيك يعني الخط يعني هذا الستاندر. حجم السهم شوي احنا خلينا نكبر السكير، نكبره شوي، خلينا نسوي 0.75 مثلا. السنتر مارك يعني شو سوى لاين، لا ما يصير مارك، نقول له مارك يعني سنتر لاين. الباقي لاين لا ما صار لاين مو حلوه، نقول له مارك. هذا 0.75 صار كل شوي، فنقول له 0.25 صار شوية أسوح. أوكي هاي الشغلات نحتاجها. نجي تكست، تكست هاي 0.18 قليل، 0.75 صح يصير أكبر، بس شوية احنا سكيماتنا كبير. أوكي يجي يقول أنت النص تريده هورزنتال، أقول له دائما أريده ألاين دايمنشن. يعني شنو ألاين دايمنشن؟ يعني مثلا أنا أقيس بعد أفقي، يكتب لي التكست بالأفق، بعد مائل وين مائل، بالآر وين آر، يكتب لي التكست. فخليه وين هيج الفت ما فت ما مش إش أنت اشتري تقيس إنجنيرينج، لا أنت تقيس إذا سوي صنف تكسر إي إس إنجنيرينج بالإنج ما أدري شنو، لا أنت أخذ السماء المرتبتين مع الفارز حتى تين صار لك 4.55 إيش. أكو ناس سووا ثلاث مراتب، أنا أقول مرتبتين. أوكي نجي هنا السفكسز، يعني شنو بعد الرسم؟ اقول له سبيس متر، فانت تقول سبيس متر ابعاد المتر. اوكي اخواني الترنتيف يونت هذا، فنقول له اوكي سيت كرنت، سيت كرنت اقول له كلوز. تمام بعد ما صاير شو اسوي الثاني؟ اذا اختار اورينتيت ال، بس شو نقول باو اختار هذا وهذا وهذا وهذا، اقول له اختار لي اياهم مو ستاندر هذول، سوي اياهم يلا ها كبر لو مو كبر، جوز كبر هواي بس مو حلو، شو عندنا المحل شويه السهم صغير، فممكن احنا نرجع نكبر السهم. ها شباب ان شاء الله اوكي الكل تمام زين. هذا طبعا 10 15 هم كبار يعني يعني، بس انت حسب اللوحات مالتك. تمام مثلا هسه المدني والتصميم الانشائي تعرفون ديتيرنج وحيد التسليم هذا، فانا بالنسبه لي مسوي سكيل جاهز بالسبي، بس علينا نتعلم احنا قصد السكيل انت تضبطه صح. نشوف فيديوهات باليوتيوب ناس تقول لك ضبط تيبيكال، ماكو واحد يسوي لك سكيل، انت تسوي سكيل لنفسك ليش؟ او دايمنشن ستايل انت راح تشتغل وتقيم الشغل. تمام فانت مره مرتين تسويه. هاول العلم الارقام كنت خلينا انا 0.18 وهاي شويه كبرين اذا صار كلش فت ليش؟ لان يعني ارقام حلوه مرتبه. تمام؟ تجون هسه على السرعه انطبع على الاي ال نسوي موديفاي، ترى تشوفون باع كله حلو الاي ال بس ما عدا التكست كبير صح ولا لا؟ فخلينا نصغر شويه التكست خلينا نشوف راح يصير حلو باع. نقول له موديفاي الاي ال، الاي ال موديفاي بس اروح على التكست شو نسوي له؟ نقول له 0.25 فور اكزامبل، قول اوكي سيت كرنت، سيت كرنت كلوز. شوف شلون هسه نوعا ما شويه صار ارتب، يعني لما تطبع بالطباعه صح يبين اصغر بس ارتب صار عندنا. اوكي يعني شويه تكست. ها شباب حلوين شباب العده، يعني يقدر النسخه الحديثه يقدر شو يسوي بعض، يروح هنا انوتيت، يعني سموه هذا المنيو بار فوق اكو
روتيت هذا الهوم اكو روتيت هنا تمام بيها يقول لك شوف ايش بيها ما بيها وهالسوالف لا انت روح روتيت وين اللي فوق من يو بار تلقى شيء اسمه سنتر لاين مارك يعني شو يسوي لك هذا يسوي لك سنتر لاين مارك الدائره بدون تعب بدون ما ترسم خط خط عمودي فاختار السنتر مارك شو يقول الاوتوكاد يقول يا بختار الدائره اقول هاي ها شلون اختار الدائره ها شباب ويلا مو جاي دائره دائره تمام يجي واحد يقول لي جاني اقدر اختار خطوط الجو يقول ليش اقول لك يقول هسه اقول لك ليش اختارهم يروح عليهم ويسويهم احمر ها شو صار الحكي حلو ويجي واحد لاخر يقول لي هذا الدايميشن ما عجبني لو انا اختاره كله من الهوم بروبرتيز اختار اللون مالته مثلا عجبني اسويه ازرق من التكست هم سوينا الدايميشن بنسويهم كلهم حد هذا السؤال ها عبره عندكم احد عنده سؤال للشيء سوينا شيء مثلا ما عجبه او ما افتهمه اكتبوا لي شباب اخواني اعبر تمام حلو الخطوط بالسنتر شباب اللي عنده بسيطه اللي عنده نسخ حديثه ما يتعب يعني شو ما يتعب كالعاده هنسوي نمسح تعال نمسح هذا الخط طبعا اللي بيحب يتاخذ ما تسوي كنترول تختار بس تختار ويكمل لك اللي احنا نسويه بالضبط اقول ديليت عندي خط عندي نسخ حديثه اروح على الانوتيت سنتر مارك بس اختار مجرد الدوائر هن يصيرن بهن خطوط السناتر اوكي زين ما عنده شلون تعال ما عنده بكل بساطه مو في مشكله شلون نسويه نروح للهوم نختار لاين قول لي يابا هذا اول لاين عندك تمام لاين من جديد للسنتر للسنتر شباب اختار لاين منا لهنا طبعا كل هذا اورثو نقص الزايد الترم من اعازه ترم اقص الزايد تمام هسه شو اسوي هسه؟ قبل ما هذا اروح اجيب خط نسميه سنتر لاين. اوكي اخوان؟ تذكر ما عندنا نسخ حديثه يسوي يرسم خطوط السنتر يرسمهن اكس واحد افق واحد عمودي يروح هنا يختار خط السنتر لاين، شو يختار خط؟ سنتر لاين. يختاره ويجي شنو؟ يغير هذا يقول اريد شنو؟ اريد خط سنتر لاين. ها شباب. حلو اختار هذا الخط يغير شنو يقول له ريف سنتر لاين زين اللي ما عنده خط سنتر لاين شلون يجيبه يعني مثلا يفتح هنا وين يخص سنتر لاين شو يسوي؟ يروح للادر يختار لود ويختار الخط اللي يعجبه ها اخواني اكرر اللي ما عنده خط سنتر ما يريد خط معين بباله يشتغل عليه شو يسوي هو؟ يختار لود ويختار الخط اللي يعجبه وبعدين مني اختاره اكو هنا سكيل يتلاعب بالسكيل يكبر ويصغر بالحجم لحد ما يحصل الشيء اللي اريده. اوكي اخوان ان شاء الله عبر على السؤال الاخ الثاني حتى نشوف شو يبي. ها شباب اوكي ان شاء الله. كتبوا لي حتى نرسم هذا وما عندنا شيء بعد، يعني هذا حبيت اعطيكم انترودكشن وبيسك البيسك للاوتوكاد اللي اني اعتقد ان هي مفيده نوعا ما انه تقدر انت تكمل وتمام امورك تصير لان عرفت الدايمنشن عرفت الموديفاي تول عرفت هذني كلهن فما عندك شيء بعد تمام شباب؟ زين خلينا نرسم هذا الشكل وشباب يعني هذا الشكل وانا ارسمه بطريقه ممكن يجي غيري يرسمه بغير طريقه والغير بغير طريقه ما يهمني المهم يرسمه صح لان هي شنو انت غير ما تستخدم الاوتوكاد هوايه احس عندك هوايه طرق ببالك وتكون سريع اوكي شباب هذا الشكل الكبار انا شلون دا اشوفه؟ دا اشوفه مستطيل 60 ل 70
حلو، مستطيل 60 ب 70، وبي دوائر 21 وحده شنو؟ وحده سوري مضبوط 21 وحده 35، وبي مستطيل صغير. شو راح ارسمه؟ تعال نتعلم شلون نرسمها. اول شيء مهدي، اوكي ان شاء الله اللي يرفع الفيديو ان شاء الله حبيبي. العفو استاذ، الخطوط نفس الابعاد نقدر نحدد ومره واحده يطلع لنا الابعاد؟ يعني مدى افتهم سؤالك العفو، اذا ممكن تجيب غير صيغه زين. فالمهم هذا الشكل اللي قدامي انا دا اشوفه، مستطيل 70 اكس 60 واي، ودا اشوفه دائره 20 دائره 35 مستطيل 50 و10 15. خلينا نشوف شو حال اسمعني. تمام، هذا هو يكون ختام محاضرتنا. ان شاء الله احنا موجودين من الجروب، احذركم في شويه راح رابط الاستماره مع تسجيل حضور. اوكي شباب، وان شاء الله ارقامنا موجوده يمكم، نتراسل سويه، وان شاء الله ممكن احنا مقدما نسوي شغلات انشائيه بحته مستقبل قريب ان شاء الله. زين شباب، حاليا هذا نعيده. شلون نجي نرسم انا وياكم؟ اوكي شباب، نشوف الرسم مالته شلون نرسم. زين، ماكو سؤال ان شاء الله على هذا السؤال اللي فات. بعد نجي نرسم هذا الجديد، نهدف هذا من اليسرى كله، نقول له ديليت، ما عندنا شيء وياك. نختار الخط العادي اللي راح نرسم من جديد احنا، حتى نخربط ويعني شلون تقولون الداخل وذاك السؤال. زين، كان المستطيل مالته 70 ب 60 وبيث كم شغله، بس لا اطلع الصوره يمه حتى يكون رسم عندنا سريع. زين شباب، اسف، عندنا هذا السؤال 70 60 وهالشغلات وياه. تعال شباب، نقول ال مشغل انا الاورثو، رجاء انا مشغل الاورثو 70 انتر. شوف شلون الرسم صار هنا مختلف، ليش؟ هسه نقول ليش، تعالوا هسه السكيل صار 70 احسه كلش هوايه، فشنو نحتاج؟ نكبر الدايمكس شوي الاخر. 70 انتر، يصعد ايش قد؟ 60 انتر، ارجع 70 وارجع 60. واحد يقول ايش تسوي؟ هذا نفس السؤال عندنا، ولا ما يخالف اصبر. شو رسمت هسه اني؟ رسمت ال 70 ب 60. شو اذا هسه ارسم الدوائر ال 20 35؟ هسه اقول لكم شو حتسوي. هاي فائده شنو؟ انت تعرف الموديفاي تايب. طبعا اذا نجي نشيك نختار اللينير من ذا لهنا نلقاها ايش قد؟ 60. شوفوا على الدايميشن صار قليل، ليش؟ لان يعني الرسم اصلا عندنا صار اكبر، لازم نكبر الدايميشن شوي. زين، بعد شو احسب؟ اختار دائره، اقول له هذا نصف القطر مالته اريده 20، واختار دائره الاخ اقول له من سنتر هاي نصف القطر هاي اريده 35. اختار اعازه ترم انتر، اقص الزايد. شنو الزايد؟ الزايد 3، هذا الخط زايد ونص الدائره هاي زايده. حاليا هذا الشكل يشبه ما يشبه هذا اللي عندنا هنا. ما عندنا المستطيل هسه ارسم لكم اياه. مو صار عندي من جوا 60 و70 ودائرتين، فاكرر انا شلون تخيلت رسمت مستطيل ورسمت الدائره وراها دائره لخ وصار ارتب عندي السؤال. اوكي يا اخوان، ممكن ترسمه باي طريقه ثانيه، بس انا اقول لك هاي حاليا اجت على بالي. عندي مستطيل ابعاده هذا بالنص 50 اكس 15 واي. اجي اختار مستطيل، اقول له اعيد اختار مستطيلك لك ايسر، احدد نقطة الركن، اقول له 50 فارز 15 انتر. هذا كله اختاره، اقول له موف طف الاورثو، اختار لي من النص، جيبه بالنص مال هذا. بس هو مو السؤال، السؤال هذا المستطيل صغيروني مرفوع من الجوه، شوف قد مرفوع 15 متر. تمام.
سوري حبايب، اختار شغل الاورثو، اختار المستطيل مالتنا، اقول له موف من السنتر، ارفع الياخ 15 متر. هذا السؤال هو صار شنو؟ نفس السؤال عندنا، شنو نقص عندنا بعد؟ عندنا نقص الدايميشن. الدايميشن مو نفس اللي عندنا، ليش شنو؟ هذا صار الرسم اكبر، فهذا بسوي ديفاين الدايميشن. يعني شلون؟ كالعاده اخواني، اجي اقول له اني اذا هسه اجي اقيسك باللينيار، فشوف من هنا هي صح 70، بس وين متبين؟ لا تقرب كلش، الله شلون اطبعها غلط. اديت وين اروح اخواني؟ ثواني شباب، اريد انزلكم ال رابط ال رابط الحضور. ثواني شباب، وصلكم الرابط حتى تسجلون به الحضور والمحاضرة. زين شباب، فهسه انا اجي هذا الدايميشن مو مرتب مو صحيح، فانا ايش اسوي شباب؟ اجي اقول له انوتيشن، اختار لي موديفاي نفس الايل، اسوي له موديفاي. تمام، شو الفكره؟ الفكره انه هذا الدايميشن صار صغير بالنسبه لي. تمام، صار صغير بالتشات، عيني هذا نزلتكم بالتشات، شوفوا هذا الرابط مال فورمه. اختار اللاين، اقول له هذا اللاين بيس لاين 0.75 يا دوب. ماكو رابط؟ تمام، ثواني شباب، هسه انا ثواني اسجلكم اياها. هسه اخوان وصلكم الرابط اعتقد. زين شباب، هسه من ما تسجلون على الرابط، انا ايش حسوي؟ راح اكبر الدايميشن. يعني مثلا هذا السهم، وصل عندكم هسه؟ تمام، بدو تسمعون صوتي واضح؟ كل شيء واضح عندكم؟ كل زين. مثلا حجم هذا اسوي 0.75، هذا اسوي 0.25، اكبرها. ادي على التكست اسوي مثلا 2، اوكي كلهن كبرتهم. اوكي سيت كرنت مو كبران، كلوز. بس اجي اشتغل اقول له دايميشن، هذا من هنا بعض، شو صار رقم حلو هسه؟ صار هسه اوضح. اقول له مثلا منا لهنا 60، مبينه صار عندي. اقول له مثلا هذا 50 منا لهنا، هذا منا لهنا 15، هذا كان مرتفع من نص النص، هذا 15 ايضا. اجي اغير اقول له قيس الراديوس، اوقف على الهاي، صار شنو عندي؟ شوفوها 20 متر راديوس قدامي، هذا يصار 35. اختارهم كلهن او مختار، خل عندكم طريقه جديده شباب، كل سجل بس باعوا هنا باع يمي اخر شيء، حتى ما عندنا شيء بعد، بس عندكم هاي الطريقه سريعه باع. واحد بدل ما يختار واحد واحد، يعني يختار هذا وهذا ويجي وحده وحده يغير لونه، شو يسوي؟ يختار وحده، يختار لون معين، مثلا يقول انا اسويها احمر. تمام تمام حلوين. شو يسوي وراها؟ يختار هذا اللون الاحمر ويقول له ماتش بروبرتيز، ويجي يختار البقيات وحده وحده. هذه طريقه كلش مفيده وسريعه ومفيده للكل. شوف شلون كلوز، صار عندي نفس السؤال اللي عندنا انا وياكم. اوكي شباب، اتمنى موجودين بعدكم، صوتي واضح؟ اكتبوا لي شباب تسمعوني واضح، لان يقول لي كونكت عندي مو زين باللابتوب بالانترنت عندي. زين شباب، حاليا يعني احنا محاضرتنا خلصت صراحه، اتمنى كنا
مفيدين لكم، اعطيناك ملاحظات عامه اللي ما يعرف ولا مره. رجاء شباب الرابط خلي يكون هنا بس بالشات، ادزوه بالجروب رجاء يعني. المهم اريد اقول يعني انه ان شاء الله استفاديتم من المحاضره البسيطه مقدم على الاوتوكاد. شكرا لله تدللون. ان شاء الله هذا تقدرون تطورون نفسكم بعدي، واحنا ان شاء الله راح نعلن عن دورات مو ورش ان شاء الله بالمستقبل القريب عن طريقها ان شاء الله، ويعني عن طريق اي او تي ميكر ان شاء الله وعن طريق المعهد، وان شاء الله الموضوع يكون تمام ان شاء الله. راح اوفر لكم رقم ان شاء الله بالجروب والفيس مالتي اذا حبي يتواصل وياي يسال عن اي شيء مفاهمه بالاختصاص الهندسه المدنيه بالستركتشرال اناليسز بالتحديد. احنا ان شاء الله حاضرين وماكو اي مشكله ان شاء الله. كل التوفيق. راح اسوي عني اند ميتنج وان شاء الله نلتقي المرات القادمه. شكرا جزيلا لكم واصغائكم. تسلموا. شكرا جزيلا لكم. تسلموا لي. شكرا ممنون شباب. راح اسوي اند ميتنج. اتمنى الكل تمام هسه عندنا ما عندنا مشكله. تمام. التقيكم بعد. مع السلامه شباب. التقيكم المره الجايه. شباب العفو قبل ما اسوي الكل سجل بالمحاضره العفو بالما الحضور. شكرا لكم. شكرا لكم. العفو استاذ. العفو استاذ. نعم استاذ انا بس فصل عندي الانترنت ورجعت ما لقيت الراب. لا بالشات ما لقيته بالشات؟ لا مو ما طلع لي السجل يعني اخر رساله. سجل حبيبي سجل نزل لك يعني دلل. تمام سجلت حبيبي سجل بعد. عفوا افتح عندي راح اسجل فيه. تمام بسام. نعم نعم بسام واستمارة فورم. نعم اي بس اسجل ثواني. راح تكون شاب راح يا شباب. ان شاء الله نلتقيكم المرات الجايه. مع السلامه.